الفلسطينية، حيث سجلت وزارة الصحة حالة وفاة و 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت حالة الإغلاق الكامل خلال عيد الأضحى من صباح الجمعة حتى صباح الأحد باستثناء الصيدليات والأفران، ومنع التنقل أيضا ما بين المحافظات. من رام الله تنضم إلينا مراسلتنا يارا العملة. يارا، صباح الخير بداية، وأيضا دعينا في صورة عما يجري، وهل على ما يبدو هناك موجة أخرى الآن من فيروس كورونا؟ صباح الخير رولا. يعني وزارة الصحة الفلسطينية حذرت من تسجيل مزيد من الإصابات في الفترة المقبلة في حال لم يلتزم الفلسطينيين ببروتوكول الصحي الذي أقرته، سواء كان على صعيد التباعد الاجتماعي، الالتزام بالكمامات والقفازات خلال الخروج إلى الخارج لقضاء حاجياتهم. بالعودة إلى موضوع الإغلاق، لأجل الصدفة فإن عيد الأضحى هذا العام جاء في العطلة الأسبوعية، والحكومة الفلسطينية أعلنت الإغلاق الشامل في جميع المحافظات الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال منذ شهرين تقريبا الحكومة الفلسطينية تعلن الإغلاق الشامل في العطل الأسبوعية، أي من مساء الخميس كل خميس وحتى صباح الأحد الذي يليه. هذه المرة أيضا خلال العيد أقرت الحكومة الفلسطينية بعد أن اجتمعت في لجنة الطوارئ العليا قرار الإغلاق الشامل ابتداء من مساء أمس الجمعة وينتهي صباح غد الأحد. هذا الإغلاق كما تشاهد هناك هدوء تام، إغلاق تام لكافة المحال التجارية والأسواق ومنع الحركة إلا في حالات الضرورة والطوارئ. أيضا تمنع الحركة والتنقل بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين بين محافظات الضفة الغربية، وأيضا تمنع الحركة داخل القرى والمخيمات. مع تسجيل الأعداد أو أعداد إصابات يوميا بالمئات، أمس كما ذكرت حتى الآن لم يصدر التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية، حتى الآن كما ذكرت هناك 394 إصابة جديدة وأيضا 85 حالة وفاة، مع تسجيل وفاة سيدة من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية أمس. هذه الأعداد رفعت عدد الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في آذار الماضي إلى أكثر من 15,000 إصابة، وبالتالي الحكومة الفلسطينية بانعقاد تائم سواء كان مع لجنة الطوارئ العليا أو مع وزارة الصحة، وتأخذ بتوصيات وزارة الصحة سواء أن تتجه بالإغلاقات أو أن تفتح الأسواق بشكل جزئي خلال أيام الأسبوع مع الإغلاق الكلي خلال أيام العطل الأسبوعية. لماذا أيام العطل الأسبوعية؟ حتى تحد من انتشار الفيروس وتمنع وتقلل من مخالطة الفلسطينيين لبعضهم البعض، وباعتقاد الحكومة الفلسطينية بأن أيام العطل الأسبوعية تزداد يعني المخالطات وزيارات الفلسطينيين لبعضهم البعض، وبالتالي كانت قد طالبت أهالي فلسطينيين بالضبط رولا، وبالتالي كانت طالبت من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 بعدم زيارة محافظات الضفة الغربية نظرا لانتشار الفيروس هناك. شكرا لك من رام الله مراسلتنا يارا العملة على كل هذه التفاصيل.